لقمة العيش صعبة، عبارة تختصر معاناة البسطاء على رصيف الفقر، تحمل معها واقعاً مؤلماً لفئة بقيت بعيدة عن أنظار مؤسسات المجتمع وسلمت نفسها مجبرة لقسوة الحياة ومشقة البحث عن مصروف يومي تسد به حاجاتها ويكفيها مذلة السؤال. هذه الشريحة اختارت لنفسها مهنة ابتدعتها لضمان العيش الكريم، الباركينج أو موقف السيارات العشوائي، مهنة ظهرت بصورة طاغية في شوارع العاصمة الجزائر وضواحيها، تعتبر مصدر رزق للبطالين ومعضلة كبيرة لأصحاب السيارات الذين يواجهون العديد من المتاعب للحصول على مكان للركن. محطتنا الأولى في أحد الشوارع داخل حي سكني وسط مدينة باب الزوار. نزيم ليس لديه مصدر رزق آخر سوى حراسة السيارات. شي باركينغ شغل أغريسيون سوفاج. ما صابوش الله غالب يا الطالب. تقريبا على رجلينا راهين يقولوا لنا سلك. تخصيش يدير لك مشكل، يكسر لك باربريز، يكسر لك الاخر، شتي واحد خدام ويجي يخدم باركينغ سوفاج. هذا الشاب لا ينتظر من السلطات المعنية غير تسوية وضعيته ليعمل وفق الشروط القانونية داخل الحظيرة في انتظار مهنة تليق بشهادته. عندي واحد 3 سنين وانا نخدم لهنا، بريكولي لهنا باركينغ. السيكتور هذا شادو ونخلص على الكرارس مع لي ريستورون هذوما، واحد يمد 3000، واحد يخلص 5000، واحد كل واحد وكيفاه، الناس كاع ماشي كيف كيف. الحمد لله نسترزق لهنا وراني داير دوسي لونساج طولولي. انا هذه الخدمه شغل كيما كاش كاع الخدمه، خير من واحد يروح يسرق ولا ينوض يقول كاش واحد عطيني دراهم ما كيفاه. ما نجي انا نخدم ومبريكول شغل بور ديباناج، واحد ديباني روحه. كيما الشاب هذا بالك عنده ان ديبلوم ميكانيك ولا عنده بلومبيو كدايا، ما لقاش ما كانش يجي يخدم باركينغ. كل واحد يا حلال هكذا. انا بصفتي انا كشخص مجرد شخص كنت صغير خدمت هذه الخدمه. 5000 3000 يديها خير من حيسرق. وسيدي جان توالا الله غالب جينيراسيون ديا 2014 ان شاء الله يجيب الخير. يشتكي الكثيرون بمن فيهم اصحاب المحلات من حراس مواقف السيارات العشوائيه لسلوكياتهم العدائيه ضد الزبائن. 100 دينار تي اوبليجي باش تخلصي دافونس، اون بليس كي تخلصي دافونس سينو فات كاسي لا فواتير ولا ما تقول لا ولا ما خلصنا. الناس خاطر لي ريستورون ما يساعدوناش لي باركينغ هذا. شكون لي كليون ديجا راه مشكل لنا بزاف منهم. راهم يجيو لهنايا في جماعة، يجيو معاه لهنايا في جماعة، يجيبوا معاه مكاشية، يجيبوا معاه الله يعمروا راسهم يبداو يديروا في السميرو منا. باش يجي اون فامي منا مادا به كي يريح ياكل حالات فاهم، ما يسمعش هضره عيانه، ما يشوفش شي جاست عيانه فاهم. يجيو لهنا يا عمرو راسيهم كدا منا كاشيه في البلايطه يديرو في السبيان، واحد ما يخلصش زعما سيدا وكلا كمل جا ما يخلصش. ضربو معاه كان اللي ضربو الطوموبيل سكار، جيب نص مار يضربو الطوموبيل من الكوطي الكوطي على واش زعما مش يخلص مع الشرطه هذيك. هضرنا مع الدوله، صح الدوله ما ولا ما ايش حابه تهضر معاه، واش راه دير لهم خيط، راه دار معاه قلت لك جاي تخدم، تولي دبزه ودماغ مع لي باركينغ. هادي مشكل يجي من السلطات العليا، جاي من الفوق، هي نورمالمون لا ميري هي اللي تحل هذا المشكل، باسكو كاين الناس لا غالب تخدم باركينغ، زوالي ما عندوش، ينوض الصباح ما كانش واش يدير، يروح ينافيكي يخدم باركينغ. من جهتها مديرية الأمن العمومي سعت إلى تنظيم وتسيير هذه المواقف وفق قوانين صارمة بتعيين حراس مؤهلين، وذلك بالاعتماد على وسائل وطرق كفيلة لضمان حقوق كل من المواطنين والحراس. أمام استفحال هذه الظاهرة صدر المنشور الوزاري رقم 2127 المؤرخ في 20 نوفمبر 2012، منشور وزاري يتعلق بتنظيم
نشاط حراسة حظائر سيارات بمقابل وكذا استغلال حقوق التوقف على المستوى البلدي. في ظل هذا المشكل الذي أضحى يؤرق الجميع خاصة في المدن الكبرى أين يكثر الازدحام والأسواق والمستشفيات، سعت بلدية الجزائر الوسطى لاتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على فوضى ركن السيارات. فيما يخص البلدية كاين 7 ملفات اللي خضعوا القبول من دائرة سيدي محمد، وين من بعد بعثونا الملفات وحنا من دورنا نديروا له ان باج، نديروا له لا ديليميتاسيون منين يبدا لو باركينغ تاعو حتى يكمل. دونك لي جي سي تي اللي مستكلفه باللي بانو، دونك يديروا له ان بانو باللي حاضره والوقوف السيارات مرخصه. كاين ان جيلي ثاني تمده له البلديه وين يلبسوا اللي يجي ستاسيون يخلص 3000. استظهار بطاقه المهنيه، تعريف للاستظهار حتى يعرفهم المواطنين في بممارسه نشاطهم، وايضا استحواذهم على قرار بلدي يرخص لهم ممارسه مثل هذا النشاط بمقابل مالي، وايضا مقرر تخصيص مساحه توقف، تحديد المساحه بالضبط التي يكون فيها هذا الشخص سواء كان استغلال فردي أو جماعي، صدرية وشارة يدوية يجب عليهم ارتداؤها أثناء تأدية مهامهم. في مسلسل الكفاح ضد البطالة ومواجهة حلقات غلاء المعيشة التي لا تنتهي، نجد سليم هو الآخر يكافح ليعيل أسرته المتكونة من 4 أفراد. 10 سنين حنا نخدموا نوالا، واحد سيمهم اللي رجلوا لنا البروبلام هدايا. كاين المشكل، كاين الناس اللي تقول لك اعطيني تيكي، واحد يقول لك باركينغ سوفاج، واحد يقول لك انا ما خلصش، واحد ما كل واحد وكيف، وطيحي في ناس ملاح، طيحي في ناس ما انسان ينوض هكذا يسترزاق يدخل خبزه حليليه والحمد لله اختي. تصور 2000 دينار 2500 دينار دونك ماشي اوتوريزي صادي اختي، قلت كاين طيحي في ناس ما نورمال ناس تخلص، كاين اللي يسقسي، كاين اللي يقول لك انا ما خلصش باركينغ سوفاج. لوتوريزاسيون نمدوا له ان كايد شارج، لو كايد شارج هذا il doit le respecter bien sûr، باش يدي لو كايد شارج لو جيلي نديروا له لا بلاك لا ديليميتاسيون، لازم نشاوروا السكان اللي ساكنين في المحيط، كي يكون القبول تما يروح لدائره سيدي محمد يمدوا له القبول ولا الرفض. في عامين هذوما ما يخلصش لا للبلديه لا لي زامبو، اي لون كاس كو دلارجو. اجتهدنا في لي باركينغ سي كو ما نمدوش ان باركينغ لانسان واحد بارك، نديروا زوج ولا ثلاثه بور absorption du chômage. في حالة الاستفادة من الرخصة ممكن أن تكون استفادة فردية ويمكن أن تكون استفادة جماعية في إطار مجموعة من الأعضاء يمثلون أعضاء تعاونية. أولا 3 أشخاص بالنسبة لحراسة أجزاء الطريق المخصصة للتوقف بمقابل مالي، بعض الأجزاء الطريق فقط، و6 أشخاص بالنسبة لحظائر السيارات وأماكن التوقف. كاين اللي يجي قال يقول لك فوالا عطيني تيكي بلي أنت راك خدام لهنا، عطيني البريفيكس شحال الباركينغ هذايا، سورتو شغل لي زيترونجي اللي يجوا من الخارج شغل يخاف يقول لك حاب يدي لي دراهم. بعد عامين نمدوا له ان اغريمون ديفينيتيف وين يخلص لي زامبو، من بعد بيان سور يكون اوبيراسيونيل سون بروبليم، يطبق 3000 الطوموبيل ولا لا فواتور السياره، لازم يلبس الباج، لازم يلبس لو جيلي، ويكون حسن التعامل مع الجيران والناس اللي تجي تستاشوني الطوموبيل. لم تقتصر هذه المهنة على الكبار فقط، بل حتى البراءة لها نصيب فيها. أنا نقرأ وكي يكونوا في الفاكم في مخدم باركين يجوا كرارهم قاريهم قيديهم يجوا خارجين يخلصوهم من ذاك طرامين من ذاك 5 سنة، كيجي قاري يقولوا يا خوني خدم باركين من ذاك يقولوا لنا ما عنديش من ذاك. Il y a tellement aussi de voitures que tout le monde en profite de tout le monde. Ah, Inch'Allah, c'est moi un jour. Les maires là, et c'est à eux de régler un petit peu les problèmes de, enfin, de leur territoire. لم يستغلوا هذه الأرصفة ولا الشوارع غير قانونية، خاصة الأرصفة، يطلع طوموبيل فوق لو تروطوار ويخلص باسكو واعر باسكو الي اغريسيف. في حالة نائب ضبط ممارسة مثل هكذا نشاط تجاري تدخل في ضمن ممارسة نشاط تجاري غير مرخص، إذا مصالحنا خلال الفترة الممتدة من 26/9/2013 إلى غاية 7/12/2013 تم إحصاء نحو
1717 حظيرة عشوائية، هذه النقطة الأولى. تم توقيع العدد الأشخاص الذي تم توقيفهم 836 شخص، والأشخاص المقدمون للعدالة تم توقيف 327 شخص. والله هذه ظاهرة سلبية، وأصبحنا نراها في كل يعني ربوع الوطن، في أي مكان نجد تجد أناس غرباء يمسك هراوة أو عصا ويقول لك هذه راهي باركينغ. أصحاب السوابق العدلية يقصون قانونيا في ممارسة مهنة حراسة مواقف السيارات. لا بلوبار دو طون اللي هم يستغلوا الباركينغ مالوريزمون تلقاي عنده ان بروبليم في الكاج جوديسيير، تلقاي عنده دخل الحبس خطره خطرتين ثلاثه. دونك يروح وين يروح يقولوا له وين يدوموندي شغل ولا عمل، يقولوا له ما راهو مرفوض باسكو الكاج جوديسيير تاعو عنده ان بروبليم في الكاج جوديسيير. نقص من الاستفاده من رخص الاستغلال في مثل هذه الحالات الاشخاص الذين كانوا محل ادانات جنائيه جراء اعمال اجراميه او لهم باع في الاعمال الاجراميه المتعلقه بالنظام العام، او التي هناك اعمال تتنافى مع ممارسه هكذا نشاط لانه نشاط عمومي ويتعامل مع الجمهور ومع كل المواطنين، مما يتطلب الحيطه والاداب والاخلاق في مثل هذه النشاطات. وكان كاين باركينغ ما يخدموش الخدمه هذه، دي جي غاري وين جات فهمتي، كاين دي جون باك يخدموا في شركات باغ اكزومبل، انا نخدم في شركه وانا باك طول طون شوي دور وين قاري على الفرق على 2000 على هادو ما شكون يرمبوسيهم لي كيف فاهم نيتي كاين والو فهمتي، حنا ما دابينا كاين باركينغ سنات الفوضى دي ما تكونش. نعمل ان شاء الله خلال هذه السنه على مباشره مواصله هذه العمليات حتى تكون هناك كل الحضائر باذن الله بالتنسيق مع جميع المصالح المختصه، سواء على مستوى مديريه النقل او المصالح البلديه او على مستوى مصالح الامن الوطني، لانها هي المعنيه بالمراقبه والتحقيق في ملفات هؤلاء الاشخاص. سنعمل على رفع التوصيات ليكون هناك ان شاء الله في السنوات المقبله ان شاء الله قانون واضح وصارم يدعم هذا المرسوم لتحديد مهام ونشاط هذه الحضائر. قانونيا نحن انا نخدموا انوار هكذا، حنا نطلبوا من الدوله ان شاء الله كما يقولوا يديروا لنا باص بلي انا خدامي في باركينغ تيكيات، تولي الحاله شغل بنظام، تولي الحاله شغل بنظام. لا غالب حنا نخدموا انوار، ما كاش كيفاش، ما كاش اللي يجي يقول لك فوالا وهكا دي تيران ولا خدم فيها ولا انت مسؤول عليها. عندنا الوثائق، عندنا كلش لاسيرونس، انا تما غير كيما داروا لنا اختي، دوكا نخرجوا في كوارت مازال ما وجدوا لنا لاسيرونس. نحن في جهاز الامن الوطني نرفع كل هذه الشكاوى للمصالح المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه في مثل هذه الظاهره، لان تجاوزها خطيره وخطيره جدا، نعمل على تفاديها بالتنسيق مع كل المصالح المختصه. كاين ان باركينغ هنا على مستوى مصاوي تنباع ب 70 مليون، عندها 6 سنين للور تنباع ب 70 مليون بيان سور، بشويه شويه حتى قضينا على الظاهره هذه. والحظائر هذو ماشي غير هذا الشيء، لا يستغل من الناس هذو ما لم يربحوا عليهم، يدير بلاصه ويبيعها لواحد اخر باش يستغلها. ما عندهمش وين يروحوا ليجان هذه يسيبوا لهم خدمه. أصحاب مواقف السيارات لا ينتظرون غير تسوية وضعيتهم، ليس بفتح مواقف للسيارات وإنما خلق مراكز ومؤسسات أخرى لإدماجهم ومرافقتهم اجتماعياً.